الحقيقة تسود برافدا فيتجي وسط براغ التاريخي. براغ عاصمة جمهورية التشيك، ولا يعتبر سكان المدينة قلعتهم بمثابة أثر من الماضي، فهي ما زالت تستخدم إلى حد كبير، وهي تعيش في قلوبهم. وهناك كاتدرائية قوطية في ساحة القلعة، استغرق استكمال كاتدرائية سان فيتوس 600 عام، وقد بنيت على مدفن الملك فاكلاف الذي حكم في القرن العاشر. ويحمل الأسقف هنا جمجمة الملك فاكلاف الذي يعتبر القديس الشفيع الذي قاوم الغزو الخارجي، ويقال إنه يظهر على حصان أبيض في أوقات الأزمات الوطنية. ويوجد فوق مذبح الكاتدرائية تمثال شارل الرابع الذي حكم في القرن 14، وقد أمر ببناء الكاتدرائية ومدينة براغ. لكن المدينة غدت ضحية النزاعات الدينية والدولية، ولم يسترد السكان استقلالهم إلا بعد الحرب العالمية الأولى، واستخدمت القلعة مكتبا للرئيس الأول توماس مازاريك الذي كفل فتح القلعة أمام المواطنين. البهو الرئيسي في القلعة بنته أسرة هابسبورغ النمساوية، وشهد غزو هتلر، واستخدم كمكان لعقد اجتماعات الحزب الشيوعي في سنوات ما بعد الحرب. وقد سحقت القوات السوفيتية حركة تحرير تشيكوسلوفاكيا أثناء ربيع براغ في العام 1968، حيث نزل إلى الشارع 500,000 مواطن طلبا للحرية. ومن ثم حررت الثورة المخملية تشيكوسلوفاكيا دون إراقة قطرة دم. وكان فاكلاف هافل قائد الحركة من أجل الديمقراطية، وأرسلت الجماهير الرئيسة إلى القلعة، وعادت القلعة إلى الشعب التشيكي وتعني هذه الكلمات الحقيقة السوداء، ويعبر العلم عن آمالي ومعتقدات أناس براغ.